السلام عليكم اخواني واخواتي، معكم اخوكم احمد السعدي. مثل ما وعدناكم اليوم راح انزل فيديو عن كيفية التقديم على القرعة العشوائية لسنة 23. اليوم انفتح باب التقديم، وخلينا نستغل الوقت ونبدي نبين خطوات التقديم خطوة بعد خطوة، وهي الطريقة الصحيحة. لطفا منكم إذا تكرمتم ودعمتم قناتي على اليوتيوب بلايك ومشاركة أو اشتراك حتى يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن من اللي ينتظرون أن يقدمون على القرعة العشوائية في الطريقة الصحيحة يعني بالتقديم. خلونا نستغل الوقت ونختصر ونطب. هسه حاليا هذا الموقع، احذروا اكو هناك موقعين. الموقع الاول هو الفيك، انتم راح تقدمون عليه، اولا راح تروح فرصتكم على التقديم لهاي السنه. الشغله الثانيه الخطره هي راح يتم سرقه معلوماتكم ويقدمون. هسه تقولون شو تسوون بالمعلومات؟ نعم، يستفادون من معلوماتكم ويقدمون على القرعة العشوائية حتى يسافرون بها بمعلوماتكم وباسمكم، بس الصورة راح تتغير، وهذه صايرة هواية. الموقع الصحيح اللي هو هذا راح اخليه بالوصف جوا بالفيديو، بس تنقلون عليه راح ياخذكم جوجل ومي يضيع وقتكم. عذرا، اني حاليا بمنطقة مينيسوتا وعواصف كلش قوية والثلج، فحاصر نفسي بمكان حتى يصير صوت واضح. المهم، هذا الموقع dvprogram.state.gov، هو هذا الموقع الأوفيشال أونلاين ريجستريشن لينك، هو هذا اللي راح أخليه بالوصف. من الدوسين عليه راح ياخذكم جوجل وتقدمون خطوة بعد خطوة مثل ما أنا راح أقدم. خلونا أشوفكم الصورة. الصورة هي هاي الصورة تقريبا، هيك راح تصير. العرض 600 ميجا بكسل والطول 600 ميجا بكسل، يصير بهذا القياس تقريبا بهذا الشكل، نفس اللي موجود الوصف بالصورة. هذا الحد الأدنى هو 600 × 600 px اللي هو ميجا بكسل. تقدرون تسوون 1200 × 1200. هذه نموذج من الصورة، المساحة اللي ماخذها الوجه، ماكو ظل اللي ورا، لا مبتسم لا يعني ضايج، ماكو مناظر يلبس. الخلفية بيضة تكون مثل هذا الشكل بالضبط. اكو ايضا المطلوب، شنو هن المطلوب؟ هنا المطلوب للتقديم على القرعة العشوائية اكو نقاط لازم نطبقهن. اولا لازم تكون من ضمن الدول المسموح بها ان تقدم على القرعة العشوائية، لان اكو دول ما مسموح تقدم. الثانية الشهادة مالتك لاي مرحلة انت واصل، واقلها المطلوب هاي سكول اللي هي الاعدادية. وإذا تحبون تأخذون تفاصيل أكثر، رجعوا على الفيديوهات القديمة مالتي حتى تعرفون شنو اللي راح يسوون هم بيها بالشهادة. ما راح يسوون بيها شيء، أكو تفاصيل، شوفوا الفيديوهات القديمة مالتي راح تعرفون. هنا الفوتو ريكويرمنت، المطلوب من الصورة هو شنو؟ الصورة مهمة، ألوان كاملة، تركيز. الصورة إن أخذت مو أكثر من 6 أشهر اللي مضت. أي والقياسات مالتها 600 × 600 أقل شيء، 1200 × 1200 أكثر شيء. هنا أنا همتين على الصورة يتكلم، وهنا أنا الاسم الأول والميدل نيم، الاسم الأب واللاست نيم اللي هو اسم العائلة، والجنس اللي هو ذكر أو أنثى، الباسبورت اللغة، وشهادة الولادة ومكان الولادة والباسبورت، قلنا اللغة هنا، بأي دولة أنت انولدت، وهذني المطلوبات. طيب خلينا نروح نبدي نقدم. طبينا على الموقع اللي قلت لكم عليه اللي هو dvprogramstate.com، الموقع الرسمي. هنا
الفوتو اكزامبل هاي الثالثة نماذج للصورة المطلوبة اللي أنا شرحت لكم إياها قبل. وهنا على هذا الأخضر بدأ آخر شيء هاي تشيك ستاتوس، بعدين راح نرجع لها لما نكمل التقديم ويعطونا كونفرميشن نمبر نسوي تشيك ستاتوس، نطبع على هاي تشيك ستاتوس مثل هيك بالضبط راح تصير هي. هنا نخلي حتى نعرف نفسنا احنا فايزين لو لا. طبعا مو هسه بشهر الخامس السنة الجاية راح تطلع النتائج. هنا اول شيء الكونفرميشن نمبر نخليه، والجو اللاست نايم اللي هو اسم العائلة نكتبه مثل ما كتبناه بالتقديم، والسنة الولادة فقط. وهنا هذا الكابتشر تخليه وندوس سبميت راح تطلع النتيجة. خلونا نرجع. طيب راح نبدي هسه التقديم. خلي يكون ببالكم اخواني واخواتي التقديم ياخذ 30 دقيقة بس بالتغيير اللي صار ما راح يطول، مختصرين بيه وشايلين حقل الباسبورت. لازم احنا نحضر كل شيء، وحتى من نبدي نقدم الوقت اللي مخصصي لنا هو كافي. هسه راح ندوس بيجن انتري، راح يبدي الوقت يعد عندنا ولازم نخلص الابلكيشن ونسوي لها سبميت قبل ما يخلص الوقت. هنا لازم نكتب هذا الكابتشر 3 capital R B N submit. نفتح عندنا الموقع اللاست نيم تكتبوه مثل ما مكتوب بالجواز. طبعا الجواز ما مطلوب، بس حتى باكر عقب لما تفوزون وتروحون يشوفون اللاست نيم مثل ما مكتوب بالجواز هو الطريقة الصحيحة اللي انتو كاتبين به. خلي نقول مثلا السعدي first name علي، middle name أحمد، gender male، month هاني خلي نقول مثلا 0/4 للمونث، لازم اول شيء 0 وبعدين الشهر بالارقام الاحاد. الدي خلي احنا نكتب 22، يا سنة 1970، المدينة اللي اني مولدت بيها خلي نقول مثلا بغداد، يا بلد العراق. هنا أنا حق رقم 6 يقول هنا أنا البلد المؤهل والمرخص بأن يقدم على القرى العشوائية، هل أنت من عنده؟ يعني طبعا نعم، نقول نعم ونكتب يس. هنا أنا الصورة مهمة جدا، نروح على الصورة. احنا طبعا خازنيهن بالصور، خلي نقول مثلا هذا هاي الصورة. طبعا الصورة هاي بيها ظل ومغوش، راح اضرب لكم مثل هذا ما راح يوافقون عليه. هنا عندنا mailing address اول واحد optional يعني مو مهم نخليه او لا، وسي هماتينا مو مهم، الدي مهم اللي هي city. نكتب الأسكان بغداد، المدينة بغداد. هنا زيب كود ماكو زيب كود، فتقدرون تخلون رقم المحلة 623 23، الكاونتي المنتاب هذه تروحون كتبون عراق هناك، هي الكاونتي هي مو عراق هنا. المهم هنا هاي الخيارات المطيحة تار عراق. اكو ناس يقدمون عليها الهجرة العشوائية، هم مو بنفس البلد يعني يسكنون بغير بلد، واكو بنفس البلد. اذا انت تسكن بغير بلد راح تختار هنا اي بلد
تختار بي مثلا تكتب ايجيبت او عراق، خلينا نرجع على العراق، نكتب عراق. وهذا الفون نمبر اوبشنال، يعني تقدر تخلي او تقدر ما تخلي، هذا مهم كلش. الايميل، الايميل كلش مهم هذا الايميل، وهذا تعيده. هذا يقول لك هنا ايميل ادريس must never contain space، هذا اكو سبيس هنا لازم نرجع خطوه اللي ورا حتى يروح. وايضا هذا همتين نرجع خطوه واحده حتى يروح. شنو الشهاده اللي احنا محصلين عليها؟ خلينا نقول مثلا الهاي سكول، الحاله الزوجيه ان ميريد يعني ما متزوج، ديفورسد يعني مطلق، ويدود يعني ارمل، legally separate يعني متفارقين، أو نكتب إذا نكتب married هنا married جوال unmarried لازم نكتب اسم الزوجة. فخلي نقول مثلا unmarried حتى نختصر الوقت. هنا number of children، إذا متزوج عندك أطفال تكتب أربعة، ما راح تكتب أربعة، راح تنفتح غير حقول، تكتب اسم الزوجة ومعلوماتها مثل ما هسه كتبنا معلوماتها نفس الطريقة. والأطفال تكتب ثلاثة راح تنفتح ثلاث حقول، كل طفل إلى حقل تكتب به المعلومات نفس اللي كتبتها على الفوق. ندوس continue، ما راح تنقبل الصورة. هنا اكو غلط، شنو هو الغلط؟ اللي هي الصورة، هاي الصورة address line 1 required، هذا خلينا نقول هنا الصورة قلنا مو مقبولة، راح نختار غير صورة لأن ذيك بها ظل ومغوشة. نختار خلنا نختار من رخصة أبو ليث، هذا صاحبي وحبيبي، بعدين أنا أخذ الإذن من عنده. المهم نرجع نجرب هذه الصورة، هذيك انقبلت الصورة هسا، هذه الثانية انقبلت. المرحلة اللي بعدها راح تطلع حتى الـ information اللي احنا خليناهن، المعلومات اللي خليناهن نراجعهن، إذا بهن غلط نصلحها، وإذا ما بهن غلط نمشي عليهن، إذا ما بهن غلط بالأخير ندوس submit. من ندوس submit، أنا ما أريد ندوس submit حتى لا يروح فرصة حرامات، أخاف واحد تنحسب هاي فرصة وبعدين هاي معلومات فيديو توضيحي، هاي مو معلومات صحيحة، فما راح ندوس submit. من راح ندوس submit راح اللي يطلع وراها شنو هو؟ راح تطلع وراها هاي الفقرة، راح يجيكم هذا الكونفرميشن نمبر اللي هو هذا، هذا تحتفظوه، تسوي له سكرين شوت تحفظه بغير مكان، لانه ما راح تطلع النتائج، تروحون على تشيك ستاتوس اللي ذيك الساعه شوفتكم وياها، راح تطلع عندكم هذه. من تدوسون على تشيك ستاتوس تخلون الكونفرميشن نمبر هنا هاي اول شيء مثل ما مكتوب، وتنزلون اللي جوا تكتبون اللاست نيم مثل ما انتم كتبتوا اسم العائله، اللاست نيم انتبهوا مو الفيرست نيم، اللاست نيم تكتبون مثل ما كتبتوا، وجوا تكتبون سنة الولادة، مو اليوم والشهر وهذا، بس السنة 1970 مثلا تكتبوها وتدوسون جوا سبمت، راح تطلع عندكم النتيجة لو انت فائز لو ما فائز. إذا فائز شنو المرحلة اللي وراها؟ تقدرون ترجعون على الفيديوهات القديمة مالتي، أنا شارح المرحلة الثانية من بعد الفوز بالقرعة العشوائية، وتشوفون شنو التفاصيل. وإذا عندكم أي سؤال إخواني تقدرون تنزلون بالكومنت جوا وتسألون أي سؤال، أنا حاضر بالإجابة. ولا تنسون الاشتراك بالقناة حتى تستفادون من الفيديو القادم، ولا تنسون تسوون مشاركة لهذا الفيديو حتى تشوفوه أكبر عدد ممكن من الإخوان والأخوات اللي ينتظرون التقديم على الطريقة الصحيحة للهجرة العشوائية سنة 23. إذا تفضلتم ولطفا منكم وتكرمتم، إذا حطيتوا لايك وتفعيل الجرس ودعم قناتي، وشكرا لكم. ك
كان معكم أخوكم أحمد السعدي من الولايات المتحدة الأمريكية.